أهلا بكم في قناة إسلام علوي. مستجدات كثيرة داخل قناة نادي الزمالك، دخول مذيعين جدد ومحللين جدد أيضا. لا شك أن قناة نادي الزمالك تثير الجدل في اللحظات والأيام الأخيرة، حيث تم استبعاد أكثر من مؤيد للمستشار مرتضى منصور، أبرزهم أعضاء فريق التحليل. فبعد عدم ظهورهم منذ إيقاف المستشار مرتضى منصور بقرار الأولمبية، لم يتواجد حتى الآن صبحي عبد السلام وشادي عيسى ومنتصر الرفاعي وإيهاب الفولي وأيضا عبد الشافي صادق أعضاء فريق التحليل الدائمين في الاستوديو التحليلي، بالإضافة إلى كريم أبو حسين. أكد البعض سبب عدم وجود فريق التحليل ما أسموه بتصفية مؤيدي مرتضى منصور، حتى هذه اللحظة لم يظهروا بالفعل بعد إيقاف مرتضى منصور. ليس هذا كل شيء في قناة نادي الزمالك، فحتى الآن أحمد جمال أيضا مقدم برنامج زملكاوي لم يظهر أيضا منذ إيقاف مرتضى منصور لنفس السبب أو للسبب نفسه. من أيضا الكواليس التي وصلت لنا ومن مصادر خاصة أكدت أن أحمد جمال لن يعود مرة أخرى إلى تقديم برامج على قناة نادي الزمالك. وأفاد مصدرنا أيضا من ضمن المفاجآت أن كابتن خالد الغندور عقب انتهاء عقده مع إعلام المصريين لن يجدد إلى قناة نادي الزمالك، ويفكر مسؤولي إعلام المصريين في إدخال إبراهيم عبد الجواد وأيضا كريم حسن شحاتة، ولكن الرفض الجماهيري الكبير لكريم حسن شحاتة من الممكن أن يؤجل التعاقد معه إلى وقت لاحق. أحداث ساخنة تشهدها قناة نادي الزمالك، ولكن السؤال الأهم، ما ذنب جمهور نادي الزمالك وقناة نادي الزمالك في خلافات إدارية؟ سؤال يطرح نفسه.